البخاري كتاب العلم، التناوب في العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال كتاب العلم، قال باب التناوب في العلم. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان ما أذكره الآن، دايما أبو اليمان يروي عن من؟ عن شعيب، لكن من؟ ومر كثيرا يروي عنه الإمام البخاري، يأتي إن شاء الله. ماشي. قال أخبرنا شعيب من الثقات الأثبات، عن الزهري روى عنه أصحاب الكتب الستة. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، كان يدلس وقال علمونا تدليس يغمر في بحر الروايات. قال حاء، يعني حول الإسناد وأتى بشيخ آخر. قال أبو عبد الله، وقال ابن وهب. ابن وهب وهو طبعا هذا الجزم ابن وهب هو الآن. ابن وهب هو الإمام العلم الفقيه المالكي المحدث النبيل، ثقة ثابتة رواه له جماعة، طبعا مفخرة المصريين. طيب حاضر حاضر، مصري أصيل. نعم. طب أخذ عليه أنه كان يروي بالوجاد، لكن ليس بمأخذ. يا سلام سلام. طيب ماشي، ما هو مصري يجري ما يسري، ما فيش لا أحد يضاهي المصريين فيه. قال أخبرنا يونس. يونس بن يزيد من الثقات الأدبيات روى له الجماعة، عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور. شو هو عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور؟ يشترك مع عبيد الله بن عبد الله بن إيش؟ ابن عتبة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أكثر عنه الزهري، وهو قال يعني ما جلست أحدا إلا استوعبت ما عنده إلا عبيد الله. يعني عبيد الله كان فقيها محدثا، فيجد عنده الكنوز والدرر ويفتح الله عليه بالفهوم في الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يرد له بخير يفقهه في الدين. ذلك ابن تيمية قال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. نعم. وأما أبو ثور فهو ما ليس له إلا هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذه من لطائف الإسناد عجلنا بها عند الإسناد. نعم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عرضاه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن قد احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه التأويل، اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. قال عن عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه أرضاه وأمير المؤمنين، وهو الخليفة الثاني، وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر، عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه، الذي كان إسلامه عزا ونصرا للدين ولأهل الإسلام. نعم. قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبتي فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. الحمد لله شكرا، الحمد لله شكرا. هذا من كتاب العلم. الإمام البخاري أيضا يقول باب التناوب في العلم، وهذا التبويب قد استقاه من الحديث ودلل عليه بما حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في لطائف الإسناد هنا في قوله وقال ابن وهب، هذا تعليق، والتعليق هنا بصيغة الجمع الجزم، بصيغة يعني، وهذه دلالة على صحته. وطبعا البخاري أيضا الحافظ بن حجر في تغليق التعليق أتى به، قال وصله ابن حبان في صحيحه عن ابن قتيبة عن حرملة عنه، يعني ابن وهب بسنده بنفس السند، وهو أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وليس في رواتي عمر، رواتي قول عمر كنت أنا وجار كنت، قال كنت أنا وجار لي، قال ليست موجودة في هذه الرواية. وهو مقصود الباب المناوبة التي أتى بها الإمام البخاري، أو اللفظة التي أتى بها البخاري حتى يدلل بها على التبويب في التناوب في طلب العلم. والتناوب في طلب العلم فيها دلالة واضحة جدا على شدة الحرص
على الطلب. وهذه أهم ما يميز طالب العلم، شدة الحرص، بأنه ولو كان في على مشارف الموت لا يضيع، ولو كان في أحلك الظروف لا يضيع، ولو كان قد ركبته الهموم لا يضيع. فهو عند الاستمرار، عند الاستمرار الحكم بنافع، أبو اليمان الحكم، الله أكبر، أبو اليمان الحكم النافع، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، نعم أبو اليمان والحكم النافع، ثقة ثابتة أمين روى له الجماعة. جيد، فنقول بأن أهم ما يميز طالب العلم هو الحرص على طلب العلم، وهذا الذي نراه بأن ابن عباس تقدم الجميع من صغار الصحابة بسبب الحرص وشدة الحرص على طلب العلم. وأنتم تعلمون القصة لا تخفى على أمثالكم بأن الأنصاري قال له يعني ماذا تحسب يا ابن عباس؟ أتحسب أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إليك عني، قال فكنت أذهب فأبيت على عتبة أبي بن كعب رضي الله عنه، قال ويسفني الريح، ثم يخرج أبي ويقول يا ابن عم رسول الله لو دعوتنا لو أمرتنا أتيناك، يقول العلم يؤتى ولا يأتي، وكان أحرص الناس على السماع وعلى ملازمة زيد بن ثابت رضي الله عنه، حتى أنه كان يتذلل حتى هو يذل طالبا ويعز مطلوبا، فيأخذ بخطام الناقة، وزيد بن ثابت يعرف مكانته من آل البيت، فيقول خل الناقة يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لا هكذا أمرنا، شوف ما فيش بقى صعوبة هنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فينزل سعد متواضعا فيقبل يد ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وذلك كانت المنقبة العظمى لابن عباس. عندما مات زيد بن ثابت قال ابن عباس للناس من سأل كيف ذهاب العلم، ذهاب العلم بقبض العلماء، لكن نزل بعدما دفن، نزل بل الثرى أبو هريرة بكاء قال ها هنا دفن علم كثير. شوف العلماء يخشى بعضهم على بعض ويبكي بعضهم على بعض، يعلمون بأن الدنيا تستقيم بهم، وهناك المؤلفة والموافقة والمحبة والأنس بذلك، فبكى وقال ها هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. هذا من شدة الحرص. ولذلك الإمام الشعبي عامر بن شراحيل لما قيل له كيف بلغت ما بلغت من هذا العلم والإتقان، قال بصبر كصبر الحمار، وقال بكور كبكور شدة الحرص، شدة الحرص. ذلك الإمام الشافعي وفي مجلس الإمام مالك يريد أن الحديث لا يضيع منه، يكتبه هكذا بإصبعه، يبل الإصبع ويكتبه على كف يده. وحتى لما اتهم، لما قال مالك مالي أراك سوء سيء الأدب، قال وما رأيت من سوء أدب يا إمام، قال تفعل كذا وكذا بإصبعه، قال كنت أكتب الحديث. الغرض المقصود كان من شدة الحرص الشديد على من هؤلاء أنهم ما كانوا يضيعون ثانية واحدة. بقي ابن مخلد لما يأتي من الأندلس ماشيا يأكل ورق الشجر، ويأتي يعلم يريد أن يسمع من أحمد، فيعلم أن أحمد منع من التحديث، فيذهب إليه، فلما علم أحمد أنه قد قطع الفيافي والقفار من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتينا على سورة الشحاذ، فيأتي كأنه يطلب الصدقة فيتصدق عليه بحديث أو بحديثين. وهذه أيضا يعني نستدل بها على حديث أبي هريرة بأن أفضل الصدقة صدقة العلم. الغرض المقصود هذه شدة الحرص، فالتناوب هنا يدل على الحرص على الطلب، وهذا الذي أراد أن يشير إليه البخاري بأن طالب العلم إن كان طالبا العلم حقا فعلامته شدة الحرص، إن كان طالبا العلم حقا فعلامته شدة الحرص وعدم التضييع. فأتى بالحديث في الباب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية، قال من أول المدينة، ثم قال نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. وهذه فيها أيضا المذاكرة، لأنه ينزل يوما يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي فيبلغه، ففيها المذاكرة، والمذاكرة أيضا من أفضل وسائل إتقان العلم عند طلبة العلم والعلماء، لا سيما وأن العلماء كانوا يحرصون حرصا شديدا على مذاكرة الأخيار. لما نزل الإمام الثوري على حل ضيفا على عبد الرحمن بن مهدي، قال ائتني بمن أذاكره الحديث، هذا مادة حياتهم في هذا الباب، قال ائتني بمن أذاكره الحديث. فأتى له بيحيى بن سعيد القطان، قال من العشاء إلى الفجر، حتى أتى عبد الرحمن بن مهدي لصلاة الفجر، فنظر إلى الثوري بنفس الوضوء، فقال له كيف وجدت صاحبه؟ قال شيطانا، يعني حفظ صاعقة من الحفظ، وهذا حرص منهم. الإمام أحمد بن حنبل أبو زرعة كان يأتي فيدارسه الحديث، يسر له الإسناد فيسر له المتون، يأتيه بالأسانيد، حتى قال لابنه أبوك يحفظ ألف ألف حديث، أتبعها من المدارسة والمذاكرة. وكان ابن أبي حاتم يقول أبي كان له قسم من الليل، كان يتركه إذا جاءها أبو زرعة يتدارسون الحديث. هذه منها المذاكرة، فيها التثبيت وفيها طلب العلم، وأيضا فيها النصيحة لطلب العلم. وأفضل النصيحة لطلب العلم أنه إن فاته أن تعطيه ما فاته،
أن تعطيها ما فات. وكان يفعل عمر الخطاب بذلك، وهذه شدة حرص. بعض العلماء يقول، وهذه لفت الانتباه أيضا، إلى أن طالب العلم لا يضيع كل التضييع، يعني يضيع الدنيا بأسرها، يعني يكتفي بما يعني ينشغل بما يكفيه في أمر الدنيا ويبقى للعلم. فكان يوما ينشغل بأمر الرزق ليومين، واليوم الثاني يذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري يفعل ذلك، ولما قيل له استكثر قال علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري، فاطمأن قلبي. قال أنزل يوما أنزل يوما، فإذا نزلت أدئت بخبر ذلك اليوم من الوحي يحفظ ويعني ينقله. قال فنادى صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا. وكانوا الحق أن هذا الحديث له قصة، أنهم كانوا ينتظرون من الغسان، وكانوا يخشون من ذلك أن يأتي إلى المدينة. فلما قال له أأتى، قال لا الأمر أعظم، قال الأمر أعظم، فذهب فقال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. طبعا تعلمون بأن القصة بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم فخيرهن الله الذي فعله. مسألة الدنيا، قال إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميل، وإن كنتن تردن الله ورسوله فإن الله أعدنا ودار الآخرة فإن الله أعدنا المحسنات منكن أجرا عظيما. لذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعدما نزل وخيرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال تريثي روي في الأمر وارجعي إلى والديك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لفرط حبه لعائشة، خشي أن تتسرع. النبي صلى الله عليه وسلم آل منهم، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم آل منهم، كل واحدة منهن تقول ائتني ائتني، فآل منهم، آل يعني أقسى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتين، حتى صعد إلى مشربة عنده وجلس، آل منهن شهرا كاملا، حتى ونزل في 29 فقالت عائشة على أنه أقسم على شهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الشهر هكذا 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 29 أو 30. لما خيرها وقال ارجعي إلى والديك، ما قال لامرأة قط ذلك إلا لعائشة، لحدث السن تزوجها 9 سنوات وخشي أن تتسرع فتبعد عنه تفارقه، وهي طبعا هي لا يمكن أن تفارقه، لكنه خشي من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال بذلك، حتى يعني لأن الوالد لا يمكن أن يرتضي بأنها تفارق، فقال ارجعي. قالت وكيف أفيك أراجع والدي، فقه يعني هذا. ولذلك هي حظيت بأن تكون حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقل وفطنة وفقه، وأيضا فيها ما فيها من العاطفة للرسول صلى الله عليه وسلم. قالت أوفيك وراجع والدي، اخترت الله ورسوله، ولكن لا تخبر أحدا من نسائك. برضه نساء غيرة. قال لا والله ما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم معنتا أو متعنتا، يعني بمعنى أن سأخبرهن، فكل واحدة تسمع أنك قلت ذلك تقول مثل ما قلت، لأن السلام يريد لهن الخير. نحن نعيش في هذه الدنيا رحمة للناس تسنى عذابا، يعني كيف أنا أرتضي بعذاب أخي أو أرتضي بنقيصة لأخي أو خسيسة أنا أرفعها عنه؟ هذه المشكلة الكبيرة التي نعيشها الآن، بأن الإنسان لا يعيش مع أخي أنه هو. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقال أطلق نساء، قال أمر عظيم. قال أطلق نساء، فدخل على حفصة رضي الله عنها فولدها تبكي، فقال طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. فاشتد الكرب على عمر بن الخطاب، قال فجمعت عليه، ليس في هذه الرواية طول الرواية، فجمعت عليه ثيابي ثم استأذنت فلم يأذن لي، فاشتد الهم والغم على عمر بن الخطاب أكثر وأكثر. قال فاستأذنت فلم يأذن لي، قال فاستأذنت فأذن لي. فلما صعدت المشروبة جلست فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينام على الحصير، علم الحصير في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنت تنام على الحصير وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير الحرير يعني. قال يا عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هي دنيا لا تساوي شيء، حقارة. ثم قال أردت أن يدخل الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم السرور. قال رأيت يا رسول الله، نحن معاشر المهاجرين يعني كنا نركب نساءنا، لنا الكلمة على النساء يعني، فجئنا إلى المدينة فردنا الأنصار يعني للمرأة الكلمة في هذا الباب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا، وهذا من باب الرفق واللطف مع النساء، الله في النساء، اتقوا الله في النساء، هذا أمر اسمه فن آخر في التعامل مع النساء. لكن الذي يهمنا في ذلك الباب بأنه لما تكلم عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه لم يطلق نساءه، وعمر كان يأخذ العلم ويتناوب به مع صاحبه الأنصري. هناك فوائد عظيمة جدا قد تكون مسائل، لكن أنا أفردها بفوائد. منها أولا مسألة طلب الكفاية، أنها من باب حسن التوكل على الله جل في علاه.
لا يكون في الدنيا أحد إلا أن يكون عاملا. الثاني فضل الأنصار، الحق أنهم كانوا من أحرص الناس على طلب العلم، لذلك ترى الأنصاري يعني ترى الحافظ القرآن أنصاري، الحافظ السنة أنصاري، يعني الآن الذين قال فيهم السلام في حفظ القرآن على الأقل ثلاثة منهم من الأنصار، صحيح السبعة الذين هم من المكثرين أكثرهم أغلبهم الأنصار، هم الأنصار حقا، الخير كل الخير في الأنصار، أبي أقرأ الناس هو من الأنصار، فضل الأنصار لأنه كان يتناوب عمر مع الأنصاري مع صاحبه. فضل الحب في الله، وأعظم ما يقوي الحب في الله طلب العلم، المعاونة على طلب العلم، التجاوز عند الفزع. من وين بقى هذه؟ التجاوز عند الفزع، يعني قد يتجاوز المرء الحد الصحيح في التعامل أو في الأداب يحمله على ذلك الفزع، طرق ضرب ضربة شديدة وأنت تعلم أنه أصلا يقول فعرفته ضرب ضربا شديدا، وهذا ليس إيش الأداب أن الطرق لا يكون كذلك، لكن هنا الفزع كان 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 عذرا، كان عذرا حاملا. قبول خبر الواحد، وهذه من أهم المسائل، قد نفردها مسألة لكن قلت نجعلها فائدة، قبول خبر الواحد، والأدلة عليه كثيرة جدا، منها قباء لما كانوا يصلون فجاء الرجل فسأله فقال إن الله تعالى قد أنزل على نبي صلى الله عليه وسلم، فاستداروا جميعا إلى الكعبة، من بيت المقدس إلى الكعبة. أيضا كسرى قيصر كان يبعث إليهم واحدا، وأيضا أبو بكر عندما جاءته الجدة قال لا أعلم لك، لا أعلم أن الله فرض في كتابه لك شيئا، ولا أعلم أن رسول الله فرض لك شيئا، دعيني أسأل الناس. حتى قام المغيرة بن شعبة فشهد بأن الله تعالى جعل لها السدس، ووافقه مع ذلك محمد بن مسلمة. فالأدلة كثيرة على قبول خبر الواحد، هكذا شفع موت خمسة. طيب الحمد لله نقف عندها، نسأل الله أن ربنا يشكر لكل من أعلن هذه المجالس، نسأل الله أن يديم على هذا الخير علينا وأن يجعله على خير وبركة، ونسأل الله جل في علاه أن يوفق ولاة الأمور إلى كل خير وبر، نسأل الله جل في علاه أن يوفق الجميع إلى ما يحبه وأرضاه، نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من يتمسك بالسنة وألا يخالف، نسأل الله جل في علاه أن يعاملنا بما نحن أهل له.